ضربة ركنية لمصلحة الأخضر السعودي. بادئ المباراة ضاغط كتيبة صالح المحمدي الصقور الخضر المنتخب السعودي، وضربة ركنية عند القائد مصعب الجوير لاعب نادي الهلال. مجموعة الأولى طبعا في كأس العرب للمنتخبات، مجموعة الرابعة أوزبكستان واليمن وتونس والسعودية. ضربة ركنية عالية المرة دي، محاولة ولكن يطلع حارس المرمى بقى بومي. منتخب السعودية طبعا بالذكريات 89 وذكريات المنتخب التاريخي هنتحدث عنه أيضا، لكن نشوف الركنية القصيرة دلوقتي لمصلحة الأخضر، عرضية من سليمان هزاء وهتتلعب الضربة الركنية دلوقتي. صهيب الزيد لاعب العروبة يلعب الركنية العالية ورأسية، والهدف الأول من نصيب الأخضر الدوسري، محمد الدوسري يخطف الهدف الأول لمصلحة الأخضر السعودي من ضربة ركنية متقنة الحقيقة في أول ثلاث دقائق. الأخضر السعودي يكمل ويترجم ضغطه المتواصل ويسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب السعودي. 1-0 لمصلحة الأخضر السعودي، هو محمد الدوسري هو اللي يسجل الهدف الأول. أدي الكرة وأدي الرأسية الجميلة من محمد الدوسري قلب دفاع نادي الهلال بعرضية متقنة من صهيب الزيد يسجل منها الهدف الأول لمصلحة الأخضر السعودي. 1-0 اهو محمد الدوسري حطها براسه صعبة على بوميرودوف حارس مرمى أوزبكستان. الأخضر المرمى كرة عالية وطويلة عند أقصى الطرف الأيمن عند اللي بيحاول خليلوف، اتقطعت وصلت الكرة الأمامية، وهنا المحاولة ممكن تسديدة من بعيد. يا سلام حلوة التسديدة في اللقطة اللي فاتت، ولكن بوميرودوف حارس مرمى ممتاز الحقيقة ينقذها ويطلعها إلى ضربة ركنية. أدي الكرة وأدي المحاولة من مصعب الجوير، يا سلام من هو الآخر من نادي النصر العالمي، وضربة ركنية لمصلحة مصعب الجوير لاعب الزعيم. اتلعبت المرة دي في الناحية اليمنى، هنا العرضية ولكن تتقطع ترد بتسديدة، هنا المحاولة ولكن برافو الإبعاد أندية هناك في أوزبكستان، ويعني خلينا نشوف الكرة اللي موجودة، وهنا المحاولة ببينية جميلة فرصة خطيرة لأوزبكستان، ولكن هنا يأمن عليها برافو محمد باكف مع الكرة. عبد الله بيحاول، عبد الله رديف استلم لعب العرضية جوه المنطقة ولكن يأمن عليها حكيموف، تنزل مرة تانية عند مصعب مع الكرة، مصعب يلعب الكرة لمصلحة منتخب أوزبكستان اللي بيحاول، ولكن برافو المرة دي اللي بينطلق بالكرة رحمن أوليف يلعب الكرة على اليمين، ولكن هنا بقى شوف التغطية والكرة إلى خارج الملعب وإلى تماس لمصلحة الذئاب البيضاء المنتخب الأوزبكستاني. كرة 4-2-3-1 وبيعرف يضغط كويس جدا على لعيبة أوزبكستان، ومقرب خط الدفاع كويس من وسط الملعب. عبد العزيز العليوة بيلعب البينية أوزبكي، وهذه الكرة اللي بتتمرر أمامية، وهنا تدخل ولكن في صفارة، خطأ ضربة حرة، خطأ ضربة حرة. سلامات للي واقع على أرضية الملعب، الملعب لاعب نادي التعاون، التعاون طبعا يعني اللي السنة دي في المباراة من نصيب محمود جون محمد جونوف، بينال إنذاره في الدقيقة 19 تبقى البحريني الشقيق. لكن الكرة إلى رمي التماس دلوقتي لمصلحة الأخضر السعودي، كرة جوه منطقة الجزاء، يرحشوف يلعب الكرة العرضية جوه المنطقة، جوه المنطقة ولكن يأمن عليها كويس. لكن هو منتخب يعني في عناصر ممتازة الحقيقة المنتخب الأوزبكستاني، ولكن يفتقد للروح الجماعية. نزلت عبد العزيز العليوة يحطها حلوة في اليمين، عبد العزيز الفرج تقدم بهدف وحيد في الدقيقة 3 عن طريق محمد الدوسري، ركنية كان رفعها صهيب الزيد ولكن من الناحية الأخرى، وكان محمد الدوسري اللي الكاميرا عليه هو اللي سجلها مرة تانية، وهو الهدف الثاني. متفاهمين في الضربات الثابتة بشكل رائع، وعبد الله رديف هو اللي يسجل الهدف الثاني للأخضر السعودي. يا ولد يا صهيب يا زيد، صهيب الزيد لاعب العرضية متقنة من الضربة الركنية بالمقاس، قطع كويس عبد الله رديف أطول من الجميع ويسجل الهدف الثاني. ويا فرحتك يا محمد يا مسعد، أدي الكرة العالية شوف قطع القائم الأول، يا ولد يا ولد يا ولد، لكن يعني يسأل عنها الدفاع وحارس المرمى، لكن ما شاء الله عبد الله رديف مهاجم الزعيم هو اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة الأخضر السعودية. 2-0 أوزبكستان لا شيء، 2-0 وأمامنا هو أوتاباك بم توفير كل الإمكانيات لهم،
وضربة حرة دلوقتي لمصلحة المنتخب الأوزبكي. عمل منظم باي هنا في أرضية الملعب من جانب المنتخب السعودي، وهنا ضغط من المنتخب الأوزبكي ومحاولة للتسديد، لكن شوف ارتبكوا ولعبوا الكرة في عمق الدفاع. هنا الضغط اللي موجود والتسديدة، ولكن الكرة سهلة بين أحضان حارس المرمى أسامة المرمش. سهلة بين أحضان حارس المرمى أسامة المرمش اللي بيمسك الكرة بامتياز. كن بكل خير مشاهدينا متابعينا عبر شاشة اون تايم سبورتس، وشوط اللقاء الثاني من مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما للناشئين، واللقاء اللي بيجمع ما بين الأخضر السعودي والذئاب البيضاء الأوزبكية، واللي انتهى شوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. محمد الدوسري في الدقيقة 33 وعبد الله رديف في الدقيقة 35، هدفين كانوا بصناعة صهيب الزيد من ضربتين ركنيتين، الأولى من الناحية اليسرى والثانية من الناحية اليمنى. شوط اللقاء الثاني بيبدأ والسيد ديمتري كيم المدير الفني للمنتخب الأوزبكي عمل تغييرين هنقول لحضمنا عند عبد العزيز العليوة، لكن يقطعها كويس جدا محمد جنوف، يحط الكرة في وسط الملعب. هنا التسديدة، ولكن برافو 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 أسامة المرمش، وانطلاقة ولمسة في أقصى الطرف الأيسر. هنا الاستلامة، ماجد دوران ده ولا مين ده؟ سليمان هزازي، لكن من قدامه ضغط كويس لحق يا ولد لماجد دوران مع الكرة، يحطها برا المنطقة، تسديدة ومحاولة للعب الأرضية محمد جنوف، لكن قطعها منه كويس. برافو العليوة، إلى لمسة في الطرف الأيمن ومحاولة لإرسال العرضية، والمرة دي يعني خبط المدافع. برافو مصعب الجوير، شوف أخر نفسه كويس جدا ما شاء الله. يمر عبد الله رديف، يحط البينية حلوة عند عبد العزيز العليوة مع الكرة، ممكن يشوط العليوة، ممكن يشوط شوت، وبرافو برافو سلام يا سلام، اهي الكرة واهي التسديدة، لكنها عليت وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. اتلعبت الضربة الركنية العالية، ولكن من على القائم الاول كم هجمة كده وحاول ان هو يوصل، ولكن في النهاية يعني كان الابعاد من جانب الـ زي ما بيقولوا ايه يعني من الظهير الايسر السعودي لكرة امامية. فعلا سعد الشهري كانوا خرجوا بركلات الترجيح في نهائي 2016، وخالد العطوي هو اللي كان حقق لقب 2018، مر المرة دي جوه المنطقة ولكن